أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفل ختام بطولة صاحب المعالي القائد العام للتنس الزوجية سوبر 2020. وقد أنهى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط لحضور حفل ختام البطولة بنسختها السابعة تزامنا مع احتفالات قوة دفاع البحرين بذكرى 52 على تأسيس قوة دفاع البحرين، وذلك في نادي ضباط قوة دفاع البحرين، حيث انطلقت البطولة في 18 من يناير 2020 بمشاركة قوية من مختلف ضباط الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، بطولة السوبر والتي يبرز فيها أفضل اللاعبين في مملكة البحرين، حيث تقام على المنافسة الأخوية وتطوير مستوى اللاعبين وخلق جو من التعارف لدى جميع المشاركين. استهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكرى الحكيم، ثم ألقى العميد الركن بحري نعمان راشد الحسن مدير نادي الضباط كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، كما وتضمن الحفل استعراض للفرقة العسكرية الملكية، بعدها تم عرض فيلم موجز عن مجريات البطولة وما شهدته من منافسات بين الفرق المشاركة. تفضل بعد ذلك معالي وزير النفط بتتويج الفرق الفائزة واللاعبين في بطولة القائد العام للتنس الزوجية سوبر 2020، حيث أحرز المركز الأول في البطولة لمنافسات زوج الضباط فريق حمد محمد البفلاسة ومحمد عبد الله سيار، فيما جاء في المركز الثاني فريق سلمان صبح المناعي وعبد الله صبح المناعي، وفي المركز الثالث فريق ظافر محمد كامل ومحمد ناجي أمين. وجاءت نتائج منافسات زوج السوبر بتحقيق فريق يوسف إبراهيم قائد وخالد أحمد جناحي المركز الأول، وفريق عبد الله محمد أحمد وأحمد محمد شريف في المركز الثاني، وفريق عبد اللطيف محمد أحمد وخليفة خالد رجدان في المركز الثالث. كما قام معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط بتكريم اللاعبين المشاركين والمساهمين في تنظيم البطولة. وهنأ معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط اللاعبين المشاركين في البطولة على المستوى المتميز الذين ظهروا به خلال مشاركتهم، وأعرب عن شكره للقائمين على البطولة لحسن التنظيم الذي ظهرت به، وأكد معاليه على أن الاهتمام بإقامة مثل هذه البطولات يأتي تجسيدا لأهمية اللياقة البدنية التي تعد من أهم المتطلبات العسكرية الحديثة.